انت مين؟ انت مين؟ انت فرحة او حدا عايش حزين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت كذبي او قلب كله حنين؟ صبي قلب علي او شر مخبي؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ عينيك حيروني، نظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، اخذوني وما ردوني. عينيك حيروني، نظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، اخذوني وما ردوني. انا حبيتك من دون ما اعرف انت مين. معي نسيت البسة وقلبي ارتوى، انفليت بين دهلك تعي، ما بكفي نحنا ومش سوا، كل ما الوجع فيه وعي بشوفك دوا بدو دوا. عينيك حيروني، ونظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. عينيك حيروني، ونظرات وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. أنا حبيتك من دون ما أعرف أنت مين. هلا انت خلصت حكي؟ ايه؟ كل هالحماس وهاللمعة اللي بعيونك بس لانك لقيت الشغل جديد؟ ميرا شو بك تارا؟ ما خبرتك كل شيء؟ شو؟ انه ليه مش مصدقتين مع الفن؟ ميرا اوكي كثير مهضوم وكتير بتسلى لما اكون معه وكتير بنبسط، بس نحن رفقه وبس، وما رح اقبل انه نكون اكثر من هيك. ما رح اقبل يعني ما رح اقبل. والله والله. ومين هيدا؟ رافي؟ رافي عم بحكي عن داني. داني؟ ولمين داني؟ شو كيفو حبيب القلب؟ ما خصك أكيد مكسر بعد القتل اللي أكلها. يكو لا سمر إجيك. شباب سمر هون بشغل كتير مهم، وإذا عرف البوس إنه في حدا عم يضايقها رح يزعل كتير. مين هو هيدا اللي عم يزعل لي سمر؟ ست كيفها حبيبة قلبي؟ كيفك بوس؟ أنا منيح. سألتك أنت كيفك؟ أنا منيح كتير منيح. تعال هيدا المطلوب. حدا زعجك بحرف؟
لا ابدا، شبابي اوادم ما بيغلطوا. انا وسمر لوحدنا. هذا كل اللي صار. بعد بدك عيد شي مرة؟ لا بكفي، كان بدي أتأكد إنه ما فيش كذبة جديدة. وتأكدت إنه ما عم كذب؟ هلا تأكدت، لأنه عدت الحديث كله من دون أي غلط. منيح، نجحت يعني. وليه معصبة؟ لازم تكوني مبسوطة إنك نجحتي. لا ماني مبسوطة، لأنه ما بحب هيك تعملني. كيف هيك؟ هيك كأني شي ولد. شو نجحت فحص بالمدرسة رواد؟ ساندي أنا ما قصدي عاملك كأنك ولد، بس كان بدي أتأكد إنه ما في شي تاني مخبى، وتأكدت. رواد أنا بعرف إنه كنت معك، بعرف إنه ما كان لازم مخبى عليك، بس في شي مرة سألت حالك ليه هيك عملت؟ إيه أكيد، لما تزعليني. لا لا ما قصدي ليه خبيت عليك، قصدي ليه صرت روح وإجي مع جوني. إيه وضحتيلي هيني، جوني ابن خالتك، وما بيعرف غيرك بلبنان. أنا آخر همي إذا بيعرف حدا أو لا، أنا مو مفروض يهمني إلا أنت. طب وليش كنت عم تروحي وتجي معه؟ لأنه هو بحب يعمل الأشياء اللي أنا بحب أعملها، بحب يروح على المطعم اللي أنا بحبها، لك بتسلى مثل ما أنا بتسلى. يعني بفهم منك ما عم تتسلي معي. لا ما بتسلى، منروح على مطعم كتير غالي، ناكل بالشوكة وبالسكينة، نقعد بوجه بعض مش حد بعض، وبترجع بتوصلني على البيت. شوف شي بيسلي. إذا جوني بيسليك أكتر مني، لشو طلبت نتصالح؟ روح تسلي أنت وجوني. أنا بدي أتسلى أنا وياك، مثل ما أنا بروح معك على هيك مطاعم، أنت كمان هيك لازم تعمل. ليش ورا مرة أخذتك على مطرح أنت بتحبيه؟ عن جد رواد؟ إنه إذا رحنا تقعد مش طايق حالك. طيب من هلأ ورايح ما نروح على مطعم غير ما يكون على ذوقك، ما بكون قرفان. مش ضروري على طول على ذوقي، مرة على ذوقي مرة على ذوقك. اتفقنا. إيه يلا تناولك هون؟ ايه هون شبلا. شو لقيت طريقة تفوت وتطلع على الشركة؟ لا بعد، بس منا صعبة بتنحل. بعرف منا صعبة، وحتى لو كانت صعبة انت اكيد بتلاقي له حل. بس انا لازم اعرف لشو هالخرايط. انت شو فرقانه معي؟ طالع عبالي علقهم على الحيط. بعتذر. بس سمر بحق لها تسأل. هودي الخرايط بخلوني نفذ عمليه إلي زمان بحلم فيها. هودي الخرايط لبنية فيها 5 بنوك. بتعرف شو يعني 5 بنوك؟ ايه بعرف. لا ما بتعرف. 5 بنوك يعني ملايين الدولارات، مليارات الدولارات. طيب بشو رح يفيدوك الخرايط؟ هيدي البناية معمرة نسيب صوايا، إذا منحصل على الخرايط نعرف كيف بدنا نتصرف. بعتذر بوس، بس هول بنوكي يعني أكيد في كاميرات وأجهزة أمن. بعرف كله في إله حل. أنت المطلوب منك هلأ تأمن الخرايط وبس. أنا شو شغلي تحديدا؟ بالوقت الحاضر مطلوب منك تأمن الخرايط، ومن بعد منا عندك حرية الاختيار. بتحب تضلي معنا أهلا وسهلا، ما بتحبي الله معك. اتفقنا. بتعرفي إنه البوس كتير مشتاق لك؟ يا
ياجر سيب ياجر شو هيدا؟ هدية حلوينة الرجعة. في افهم ليه كل هيدا التأخير ابو موسى؟ في بضاعة تأخرت لتوصل مشان هيك صار في تأخير. شو؟ بضاعة تأخرت لتوصل ولا انا ما معي خبر؟ فكرت انه نبلغوك. مين هو اللي بده يبلغني؟ انت المفروض تبلغني. شو ناسي انك المسؤول عن الورشة؟ لا يا اخوي اجا ماني ناسي بس انه لك فترة ما طلعت صوبنا. ابو موسى بشرفك ما تجنني. انه انا ما طلعت ما بتعرف التلفين اللي تخبرني؟ بعتذر استاذ. ما علينا. هلا وصلت البضاعة كلها؟ ايه وصلت وعم نحاول نعوض التأخير. بس غريب. عادة هول الشركة إذا بدهم يتأخروا بيتواصلوا معي. هالمرة ما حدا اتصل فيي. ما هن بالأول بعتوهم ووصلوا على الوقت بس رجعوا بنفس النهار سحبوهم رجعوا وقالوا بدهم يبعتوا غيرهم. سحبوا البضاعة ليه بدهم يسحبوها؟ والله هيك ما فهمت يا أستاذ. بس انت كان لازم تخبرني من الاول. انت كتير غلطت ابو موسى. بعتذر استاذ. انا رح راجع بالموضوع بس تاني مره اذا بتريد اي مشكله بتصير اي مشكله لو قد ما كانت صغيره دغري بتخبرني عنها. حاضر استاذ. يعطيكم العافيه. استاذ خليل خواجة امير مرق على الورشه وقال بده يحكي مع الشركه اللي بعتت البضاعه. ليش انت شو قلت له يا بلا مخ؟ هو طلع انه صار في تاخير اضطريت له انه البضاعه مأخره. ليه ضروري تجيب له سيره البضاعه؟ بدي اقول له شو ما كان. بعتذر استاذ بس ما عرفت كيف بدي اخلص حالي انا ابدا. لانك اهبل. سكر خلصني سكر خليني اشوف شو بدي اعمل بهالمصيبه. ألو سمير، عنا حدا إيده طالي بشركة السبع؟ ضروري، بعت لي رقمه. كل هالأفكار اللي عم تحكيني عنها رح تفيدنا، أنا أكيد 100%. يعني خاصة شبكة التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. يمكن هالشبكة التواصل صارت يا بقوة التلفزيون والراديو يا أما قوة. مزبوط. دخلك ما أنت كنت بدك مرت ابنك تساعدنا بقضية الإعلام، ليه غيرت رأيك؟ بصراحة أنا ما غيرت رأيي، بس هي انشغلت هالفترة وما عاد عندها وقت. يعني خلص منحط حدا من قبلنا ولا مننترك؟ ليش بعد عندنا وقت ننطر؟ للصراحة لا. إيه؟ لكن خلص دبر حدا. على كل حال يمكن تكون ترى ما لها جلادة السياسي والانتخابات. في شاب براسي عنده كتير خبرة وحابب يشتغل معنا. إذا شو ناطر؟ ناطرك إلك. خلص بظهر من هون ودغري بروح لعنده وأكيد راح اتفق أنا وياه. كتير منيح فؤاد بس دايما حطني بالجنب. أكيد أكيد. طيب أنا هلا راح أستأذن. يلا أنا راح رافعك على الباب. طيب ما تنسى موعدنا الليلة. كون أكيد إني ما راح أنسى. رح كون أول الواصلين. بنشوفك حضرة المهندس. مع السلامة فؤاد. مع السلامة. استاذ ناسيب. خير شو في؟ بعتذر إني جيت بلا موعد بس ضروري أحكي معك. بدك تقول لي شو قصتك؟ قلت لك بس يخلص استاذ ناسيب أنا بحكيك. ما علي نسرين ما علي. ما عندي شيء هلا تفضلي. تفضلي عادي دولي. ميرسي استاذ. قولي لي شو عندك؟ كلني سماع. استاذ انا جاي احكي معك لاني كثير بخاف على مصلحه الشركه
وخصوصي على قسم الماركتينج. طيب وبعدين؟ القسم عنا كتير متراجع لورا. متراجع؟ كيف يعني متراجع؟ قسم المبيعات عنا كتير منيح. أنا ماني شايفه متراجع أبداً. بعدين ما حدا لمح لي شيء عن الموضوع. لأنه مش الكل قادرين يستبقوا الأشياء. أنا بشتغل بهيدا القسم وبعرف حالي كتير منيح شو عم بحكي. وعن شو عم تحكي؟ فهميني، أنا ما فهمت شيء. بعد لهلا ما فهمت شيء. القسم عنا فلتين استاذ، حضرتكم حطيتوا الست تارة مانجر عنا، بس هي ما بتجي على الشركة ولا بتتابع الشغل مزبوط. شو عم تحكي دولي؟ تارة بتجي أول وحدة على الشركة وتدلع لبعض الدوام، وهلا هي عروس واخذة فرصتها، شو الغلط؟ ما في غلط، بس الكل بيعرف إنه الست تارة مش دارسة ماركتينج، وهالشي عم بأثر على الموظفين. كيف؟ كيف عم بأثر؟ مش عم يقبضوها جد استاذ، الكل حاسس إنه أفهم منها ما عم يقدروا يوثقوا بقراراتها. تارة ما بتاخد قرار إلا ما تراجعني أو تراجع أمير، والموظفين كلهم بيعرفوا هالشي. بس نحنا ما منشوفها مع بيه مطرحها. ومين نحنا؟ أنا وكل اللي بيشتغل بهالديبارتمنت، كرمال هيك بتطلع عم نشتغل من قلبنا. قصدك أنت ليكي دولي، أنت عم تجربي تهزيلي ثقتي بتارة. أنا ماني شايف أي تراجع بالشغل أو بالمبيعات، يعني كل اللي عم بتقوليه حكي بالهوى لا أكتر ولا أقل. مثل ما بدك أستاذ، أنت بتعرف أكتر منا. أصلا أنا كنت عتلينة هم وخايفة على الشركة، كرمال هيك قلت بحطك بالجو أحسن ما تندم لبعدين. ما تخافي دولي، أنا ما راح أندم. تفضل ارجع على مكتبي. بالإذن أستاذ. إذنك معي. ميرا حبيبي خلص أنت قومي روحي، يمكن تأخرتي. أكيد أمير صار واصل. لا ما تعت عليهم، مش رافي كتير منيح وما بيقول شي. ايه بس انه ما تركبي على ظهره. منيح انت التانية، ها اول مرة. يا الله يا ميرا عليك، انت شكلك على الغرام بتصير كتير مهضومة. فيكي ما بقى تقولي غرام، قلتلك انا وياه رفقة وبس. رفقة وبس؟ هلا صار لك ساعة بتخبريني عنه وعن احساسك بس تشوفيه وقلبك كيف بدق وما بعرف شو هالاخبار كلهم وبتقولي لي رفقة وبس؟ ايه اكيد رفقة وبس. لانه انا مقرره سيطر على الموضوع وما خليه يتطور اكثر من هيك. يعني بدك تعملي كنترول؟ انه ايه اكيد. ودخليك؟ انت من زمان مش قلتي لي انه مش احنا فينا نتحكم بقلبنا؟ انا قلت لك هيك؟ اي متى؟ اي متى؟ لما بلشت تحس شيء تجاه امير؟ ايه مزبوط، يمكن بوقتها قلت لك هيك، بس كنت عم بحكي عنك انت. يعني أنا ما فهمت إنه شو الفرق يعني بيني وبيني. حبيبتي في كتير فرق، أنت ما فيك تعملي كنترول على قلبك بس أنا فيني. اسكت اسكت أميرة، بالشرف فيك تصيري تحكي. أنت بكرة بدك تنغرمي فيه بلا ما تحسي، هيدا أكيد إذا مانك مغرومة فيه من هلأ ومانك عارفة. لا تارة ماني مغرومة. مانك مغرومة؟ إيه مانك مغرومة. وين صار أمير؟ يا عمنا عليك. بونجور. بونجور. رنا تيجي شوي بدي احكي معك. حاضر. رنا بدي أسألك عن الشغل، كيف تقييمك للقسم اللي عم تشتغلي فيه؟ القسم كتير منيح، ومادام تارة مقسمة الشغل على الكل والكل مرتاح. والموظفين بيحبوها؟ ايه كتير منحبها. برأيك هي مبية محلها ومقصرة بالشغل؟ استاذ نسيب دولي قالت لك شي؟ دولي؟ شو خاص دولي؟ لا بس قولي. صراحة دولي الوحيدة اللي ما بتحبها لمدام طارة. ليه ما بتحبها؟ لأنه من بعد ما فلت باتريسيا من الشغل كانت متوقعة إنه هي اللي تصير المانجر. إيش؟ بس هي بعدها صغيرة هالمركز. بعرف، فلا هيك ما بتحبها وبتعمل مستحيل لتنزل على صورتها. وأنت برأيك طارة معبية محلها؟ معبية وأكتر كمان. وفيك تسأل كل الموظفين، الكل رح يجاوبك مثلي. مش بحاجة، ميرسي رنا. أستاذ نسيب،
ميرسي كثير انك سالت عن هذا الموضوع، لان صراحه في كثير اصحاب شغل بيسمعوا الاشياء البشعه وبيصدقوها. رنا، ترى مرت ابني شو ما قالوا عنا ما راح صدق، لاني بعرفها منيح. معك حق. رنا، حتى لو كانت غير ترى، انتو كلكم مثل ولادي. شو ما انحكى عنكم انا ما بتصرف قبل ما اتاكد. استاذ نسيب، انا كثير محظوظه اني بشتغل معك بالشركه. وانا كمان محظوظ بالناس اللي عم يشتغلوا معي من قلبهم. ما اسالك عن جد، ماني مصدق امتى نسكن هون بقى. قربت حياتي، يلا قربت. ما بعرف ليه قلبي حسسني انه وائل منه فين لبكره. ما عم يعمل شيء، عايش عادي. بركي بعد ما حضروا كل شيء. شو قال لك، يومين؟ بلا، قال لي يومين، بس انا عم اقول انه بركي هيك يومين قصده على لبنان، يعني انه بتنقل. شو قصدك، معقوله ما يفل؟ لا لا حياتي، اكيد رح يفل، بس ما بعرف قد ايه بتاخد، يعني 3 ايام 4 ايام يمكن يومين. ترى هو قايل لك شيء؟ لا حياتي ما حكاني. طب وليه نحن هيك عم نقول انه مش يومين؟ ما يمكن بكره عن جد يفل. ايه مزبوط. حياتي، ما بتتمنى مثلا لو وائل بضل عايش معكم وسمر بتفل لحالها؟ إذا دل وائل هون رح يتعاقب على كل يلي عمله. خليه يهرب عشان ما يفوت على الحبس. طيب وانت؟ منك قادر تسامحه؟ بلا بلا، انا سامحته، بس ما عم اقدر سامحه على اللي عمله فيك. بس انا سامحته امير. سبقني على الأوضة. اوعى تتأخري. فيك تفسري شو كنت واقف عم تعمل تحت؟ فيك تفسري لي وينك لحديت هلا؟ قلت لك رحت لأحكي مع وليد. وبعدك لهلا عم تحكي مع وليد؟ ايه بعدني لهلا عم بحكي مع وليد، لانه صاير 100 شغله. انت ما بالك الا تشارع. اتفضلي لكين، انطقي هالجوهره وخلصيني. الشاب اللي كان بده يهربنا كمش. ايه ويعني؟ يعني بدنا ننطر ليلاقي لنا حدا تاني. شو؟ قلك كل النهار قاعد عند وليد لتجي تخبريني هالكلمتين؟ كنا عم نجرب نلاقي بديل. مشي معي. لوين؟ عند وليد، بده يروح يجيب المصريات ونحن بندبر حدا يهربنا. بكفي وائل، ليش حبيبي انت قادر تدبر بديل؟ ايه؟ لا
لو كنت قادر كنت برت من زمان، كنت هربت من زمان، كنت تركتني من زمان. بس أنا هلأ مثل مصريتي، هيدا أخذ المسار وعم يضحك علينا، لا رح يهربنا ولا رح يعمل شيء. بس أنا بوثق فيه. إيه بس أنا ما بوثق فيكي، أنت بنت مجوية وما عليك أمان. والله يستر شو عم تفكري هلأ. حش تحكي حكي طالع نازل. فعسى نعملي شيء، قاعد ناطرك مثل الأهبل وكل يوم بتخبرين خبرية. أوكي خلص رح أعمل شيء، رح أحكي توفيق، هو بهربنا من هون. توفيق؟ مين توفيق هيدا كمان؟ كمان من جماعتنا، بس أعلى من وليد. وليش ما حكيتي معه من قبل ما زير بتعرفي بفيدنا؟ لأنه ما كان بدي أتخطى وليد، بس هلأ ما في زعل مني إذا تخطيته، لأنه مش قادر يعمل لي شيء. لايكي سمر، آخر مرة بتجرب تلعبي معي هاي، فاهمة؟ أنا بكرة بدي أكون برات البلد، وإذا بكرة بتطلعي لي بحيالة حجي بدي أقتلك، سامعة؟ أنا كمان لازم سامحه، بس ما رح أقدر أتقبل فكرة إنه يبقى هون. ترى أنت بتعرف إنه وجوده خطر على الكل. بس كلنا لازم نكون مسامحينه أمير، لأنه وائل يمكن يفل وما بقى يرجع، فمش حلو يفل ونحن نكون حاقدين عليه. معك حق. فيك تقليلي منين بتجيبي قوتك؟ هي قوة، قوة انك تسامحي وما تحقدي، عم تخليني انغرم فيكي اكتر. ما انا اصلا عم بعمل هيك، تخليك تنغرم فيي لفوق دينك. ما انا مغروم فيكي لفوق ديني. حبيبي ابدا ما بني شيء، بس انه ما بدنا نضلنا هون، يعني بفضل انه بدنا نرجع لهون بس تكون خلصت مشاكلنا، انه امير على القليله هيك تحس انه نحن عرسان. حياتي بليز ما تزعل مني، بس انا ماني مرتاحه. طيب خلينا نمشي. اوكي بس قبل بدك تعطينا عبوطة كتير كبيرة. اوكي مش مجوزين. كيف بدك هنا اتقبل حملك منه؟ كيف حملك منه؟ كيف ما بحبك، ما بحبك وما بقبل اياكي. يعني ابني انا، يعني ابني رح يكون عنده ولد بالشارع. ما بعرف اذا كنت حبك وبطلت وعطيت حالي فرصه اني اشتاق لك ماجده، بس ما اشتقت لك لاني ما بحبك. هيدي فضيحة كتير كبيرة للعيلة. هي
هيدا الولد مش لازم يجي على الدنيا، لازم يجي على الدنيا. من وين فكرك كنت عايشة هالعز كله؟ ليه بدك تجيبي الولد؟ ليه بعتري معي ماجدة؟ بعتري معي ماجدة. أمير بلش حبيت أميرتي، وأنت منك فيها، وأنت منك فيها. أنت أكيد مجنونة، مجنونة. أنت رح تنزحي كل حياتك إذا تركتي يعيش. عم تعرفيني وكل يوم بعد يوم عم تكتشف اني ما في يكمل حياتي معي. يكمل حياتي معي. يكمل حياتي معي. رواد مرسي. عشو؟ لأنه سمعتني بلا ما تزعل. ما بزعل بس تخبريني شو في بقلبك. بزعل إذا ما بتخبريني. وأنا هي آخر مرة بزعلك فيها بحياتي. هيدي صعبة كتير. بكرة بتشوف. إيه بدي شوف. طب يلا ما بدك ننزل نقعد شوي؟ لا بلاها حبيبي. انزل عادي مع أمك ودرسي شوي. وعا بكره ما تروح على المدرسة. اوكي. باي. ما في بوصي؟ كان بدي اشوف اذا رح تنسى. يلا باي حبيبي. باي. حبيبتي شو طمنيني كيف كان مشوارك؟ كتير منيح. يعني تصالحتوا انت ورواد؟ اتصالحنا، حكينا بكل شيء واعتذرت منه. مبروك الصلحة لكن. مام مرسي لأنه خليتينا نظهر اليوم. رواد شاب مهذب وآدمي، وأنا هلأ صرت متأكدة إنه بحبك عن جد. يعني صرت توثقي فيه؟ أكيد صرت أوثق فيه. بكفي إنه ردك على البيت بالليلة اللي هربت فيها. بس الأهم من هيك إني بوثق فيكي أنت، لأني بعرف شو مرباية. ماما أنا كتير بحبك. تقبريني وأنا بموت فيك. يلا روحي غيري ثيابك لنطلب بيتزا وناكل سوا. اوكي. دخلك مرق شي جوني لهون اليوم؟ لا ما شفته. شو عم تعملي سمر؟ ولا شيء. عم زبط التخت. والله صايرة ست بيت باخرتك كمان. حياتي لازم ارجع اتعود. بكره بس اهرب انا وياك ما رح يكون في من يخدمنا. ايه برافو. ولا انت بتعمل حساب لكل شيء. طيب انت شو فايت تعمل هون؟ جاي احكي انا وياك على رواق. بدي اعرف شو مشكلتك. بدي اعرف شو عم يصير معك بس بلا ما تكذبي هالمره علي. انا ما عم بيصير معي شيء. وما عندي ولا مشكله. انت اللي عندك مشاكل وصار بتضلك معصب. سمر
إذا بدك ترجع علاقتنا مثل ما كانت ما بقى تكذب علي. أنا عم ضلني معصب لأنه حاسك مخبي شي علي. أنت أكيد إنه أنا اللي مخبي مش العكس؟ ما فهمت. ليه أنت حاسة إنه مخبي عليك شي؟ أنا مش حاسة إنك مخبى شي. أنا أكيدة إنك مخبى. مين بيعرف؟ يمكن بعرف شو مخبى وساكتة. شو بدي أخبي عليك يا سمر؟ ما أنا وياك علقانين نفس المصيبة، يعني ولا واحد منا لازم يخبي على التاني ولا كلمة ولا حرف. يا ريت بقدر صدقك. طول عمرك تصدقيني. شو اللي تغير هلا؟ تغير الشيء الوحيد اللي كان يخليني أوثق فيك. شو هو؟ تطلعتك فيه. أنا حبلة. أمير رح يصير عنده ولد مني أنا. جربي تتقبلي الموضوع تمت فاتن، لأنه ابني رح يخلق. نقلت إيه ونقلت لا. هلقيت حياة الناس رخيصة عندك؟ كرمال بس صيت العيلة مستعدة تخاطر فيه وبحفيدك. انتي مين؟ انتي مين؟ انتي فرحة او حدا عايش حزين؟ انتي مين؟ انتي مين؟ انتي كذبي او قلب كله حنين؟ صبي قلب علي أو شر مخبي؟ انت مين؟ انت مين؟ وانت مين؟ عينيك حيروني، نظرات وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. عينيك حيروني، نظرات وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني.
ايدك معي نسيت البسة وقلبي ارتوى نفليت بندهلك تعي ما بكفي نحنا ومش سوا كل ما الوجع